حيت باقا كنقرا جوج، حيت هما اللي نقدر اول حاجه خصني نشوف المسيره ديالي العيشيه، يعني انا والزوج ديالي واش هو قادر يعيشني انا ووليداتي، حيت هما اللي صراحه غادي تكون عندك بنيه وليد، يعني علاش غتحتاجي 4 ولا 5؟ نعطيهم كل شيء اللي بغاو، يعني نعطيهم حقهم في كل شيء. لا باقي الساعه حاليا جوج وصافي، بنت ولد بركه. لحقاش فهمتي يعني دابا ولات الخدمه كتكون على قد الحال، المجتمع يعني ولا يلاه بنادم كيتكافى مع راسو، ديك بزاف ديال الاولاد كانت شحال هذه، اي كان الخير موجود، يعني بنادم كيولد يعني كيطلق، يعني كان بنادم ساكن في الباديه كيلقى ما يوكل داك الشيء، عايشين من الطبيعه. اما دابا حاليا الوقت صعابش ولا كل شيء غالي، ما ولا بنادم يلاه كيتكافى مع المصروف، داك الشيء علاش بنادم ولا كيفكر انه يولد غير شويه، مثلا جوج وكذا ويتحمل مسؤوليتهم ويكبرهم ويربيهم احسن تربيه، ولا يولد بزاف وما غاديش يقدر على ديك المسؤوليه، غادي يتخربق في راسو. جوج بنت ولد صافي. لحقاش ملي كيولدوا بزاف كيقدر تخربق عليهم الامور، كتقدر ديك السيده كتدخل في واحد الحاله ديال الاكتئاب كذا، بزاف ديال المشاكل، كتخسر ديك العلاقه الزوجيه صافي، كيوليو واصلين الطلاق، مشاكل، شحال من حاجه. داكشي علاش من الاحسن جوج وبركه. لا مازال بزاف ديال الدراري وديال البنوتات. حق شكون كنبغيه وليسونسيال يكون لاباس عليه باش يقد فيه. انا قاده على بزاف ديال الاولاد بيان سور، يعني شي وحده كون كنبغي ضروري ما ضروري بالوليدات. عدد 3 بنات و3 ولاد. الوليد تسني شي واحد وجوج يقد عليهم، واحد وليد وبنيته، لان الزمن غلب، ملي ولا الولد كيتقرا ب 2000 درهم والوالدين ساكنين يلاه كيتقاتلوا مع الزمن، راه واحد وبركه في الزمن وهذاك الشيء، لان الوقت كل شيء غلا، كل شيء زاد، بنادم يلاه لو ولد واحد وداك الجويجات الله يجعل البركه، لان مادام ان الانسان كيشد السميك 3000 درهم ويقري ولده ب 2000 درهم، اش غادي يشد 1000 درهم؟ اشنو الكرا الموضه والمعيشه؟ لان الوقت غلات والزمان غلا والزمان دار سنان، ما بقاش عند الانسان فين يزيد اكثر من جوج وليدات. هادشي اللي كنقول انا في رايي، كانوا والدينا الله يرحمهم كيولدوا 6 7 كان الوقت رخيصه، وباش ما كان كيعدي وباش ما هادي، اما حتى المراه ما بقاش عندها البنيه الصحيه باش تقدر تولد 4 5، الا ولدت 1 و2 بارك. انا كنشوف الناس عندي دابا 1 2 ومغلوبين مع المدارس، مع خصهم يوصلوا، خصهم السوايع، خصهم بزاف. انا البنات دابا كنشوفهم مساكن محنين، والله العظيم وحده ديك النهار بكاتني، ما جات من الخدمه دات وعاوتاني دات والسوايع خاصو اوليه كبيره ديال تربيه الابناء، الا كانوا جوج يقد عليهم الواحد ما جا. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله الله يحفظك اختي. ما ديرش البافيت مازال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. لا مازال. واحد جوج صافي. ويا على حسب المسؤوليه باش تقريه باش توصليه، يعني القضيه شويه بصحت. على حساب خاصهم كيفاش يقريوهم، خاصهم كيفاش يعني الكسوه، القرايه، الطيب، بزاف د الحوايج بحال هكا كثرات، يعني خاصك تقلي من الوليدات، يعني ما تفوتيش واحد مش في وقت الوالدين. حنايا ما كانتش مسؤوليه كثيره فهمتي، فالناس كانت باغا غير تعيش، دابا لا، خاصك افاق، خاصك تقريهم، خاصك توصليهم، خاصهم هما اصلا يطلعوا في واحد المستوى اللي ما انتيا ما كنتيش فيه، خاصهم يكونوا احسن منك، هذا هو الاهم.